للحديث أكثر عن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتأكيد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية وتبعات ذلك على القضية الفلسطينية، انضم إلينا الدكتور سعيد الدهشان المختص في القانون الدولي عبر الهاتف من اسطنبول. أستاذ دكتور سعيد، مرحبا بك. بداية، ماذا يعني تأكيد المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية؟ حياكم الله. القرار طال انتظاره، وهو القرار صادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في رد على سؤال للمدعي العام بعد انتهاء التحقيقات بتاريخ 20/12/2019، يعني الآن أكثر من سنة وشهرين. جاء رد المحكمة أو الدائرة التمهيدية الأولى بأن الولاية الإقليمية تشمل كامل أراضي قطاع غزة وتشمل أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لأن المدعي العام عندما انتهى من الدراسة الأولية أنجز أربعة أمور يجب أن يجيب عليها، اللي هي كفاية الأدلة وجدية المعلومات المتلقاة حول انتهاكات وجرائم حرب مرتكبة من قبل المدعى عليه وهي دولة إسرائيل وقادتها، وأنهى ملف الاختصاص وهو الاختصاص المكاني والزماني والشخصي والموضوعي والتكميلي، وأنهى أيضا موضوع المقبولية، وأيضا أنهى مصلحة العدالة. بقيت فقط مسألة واحدة، هو الاختصاص الإقليمي، هل تشمل تحقيقات المدعي العام المستقبلية كافة أراضي الضفة والقطاع بما فيها القدس الشرقية؟ وكان الجواب طبعا انتصارا للفلسطينيين، نعم، أن فلسطين ممبر ستيت، دولة عضو وطرف في ميثاق روما منذ 2015، وأيضا أن الولاية تشمل كامل الأراضي الفلسطينية، وبالتالي سيكون ابتداء من تاريخ 13/6/2014 داخل في الولاية الزمانية، وكامل أراضي الضفة والقطاع داخل في الولاية المكانية للمحكمة الجنائية الدولية. طيب أستاذ سعيد، يعني الكيان الصهيوني ليس عضوا في المحكمة، مع ذلك رفض قرار الولاية القضائية الذي صدر من المحكمة، ولكن يعني لهذا الرفض كيف تنظر إليه؟ ما أثر هذا الرفض يعني من الناحية القانونية؟ أولا من الناحية القانونية لا يشترط قبول الدولة، طالما فلسطين أحالت بإحدى طرق الإحالة الصحيحة وهي إحالة من دولة طرف أو إحالة من مجلس الأمن أو من مدعي العام المحكمة حسب المادة 13، فهذا إحالة وتحريك لعمل المحكمة صحيح، ولا يشترط وافقت دولة إسرائيل عليه. والارتباك الذي يبدو على أساس الإسرائيليين وعلى حتى الإدارة الأمريكية هو شيء طبيعي، لأن هناك جدية للمحاكمة، والمحكمة ستبدأ بخطوات حقيقية الآن لفتح تحقيق رسمي. التحقيق يختلف عن الدراسة الأولية أو التحقيقات الأولية، التحقيق ينتهي بتوجيه لوائح اتهام ضد أشخاص وقيادات عسكرية ومدنية للكيان الصهيوني. جرائم الاحتلال متعددة، من قتل وهدم واستيلاء على الممتلكات وخرق للاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن. في دوائر القانون يقولون يعني يبقى الحكم حبرا على ورق ما لم يعني ينفذ. ما هي سلطة المحكمة في تنفيذ ما قد تنتهي إليه؟ المحكمة الآن هناك أكثر من 128 دولة في العالم أصبحوا ممبر ستيت، أصبحوا أعضاء في المحكمة، يعني معظم قارات العالم، معظم قارات الدنيا يوجد فيها أعضاء في المحكمة، والأعضاء التزموا وفقا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية أنهم يتعاونون في تسليم المطلوبين للمحكمة، وبالتالي سيكون هناك 128 دولة ممنوعة على دولة الكيان أن يزوروها، وإلا سيتم إلقاء القبض عليهم، وهذا تضييق وانتصار، تضييق على الإسرائيليين وانتصار للفلسطينيين، انتصار بالمعنى السياسي، حتى لو لم يتم القبض عاجلا ربما يتم آجلا، وسيكون هم مجرمي حرب ملاحقين دوليا. أيضا نريد أن نفهم من الناحية القانونية، إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية مستقلة، إلى أي مدى تستطيع أو يستطيع المدعي العام ممارسة مهامه بحرية؟ يعني هذه مسألة يعني يختلف فيها الناس، ما هي ربما تتداخل السياسة وربما تتداخل الضغوط، لكن يبدو أن هذه المدعية العامة فاتو بن سودة، المدعية الثانية التي اقتربت ولايتها 9 سنوات من الانتهاء، يبدو أنها أخذت مسار واضح في
تحقيق ديباجة نظام روما وديباجة النظام المؤسس للمحكمة التي قالت فيه آن الأوان لقمع الجريمة الدولية وآن الأوان للانتهاء من الإفلات من العقوبة والجرائم الدولية وآن الأوان أن يكون هناك قمع للجرائم الدولية. ولذلك المحكمة الآن أمام اختبار حقيقي أن تنفذ ميثاقها وأن تطبق العدالة وأن لا يكون هناك أحد فوق القانون، وأعتقد أن هذه الخطوة تثبت أن المحكمة سائرة في الاتجاه الصحيح. نشكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد الدهشان المختص في القانون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.